السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الصف الأول الإعدادي، معكم مستر أحمد عادل. إن شاء الله هنكمل شرح الدرس الرابع من منهج الصف الأول الإعدادي. المرة الدرس اللي فات أو الفيديو اللي فات وقفنا عند إن أنا واتعرفنا إزاي إن أنا أثبت البرنامج بعد ما فكت الضغط بتاعه، وأثبت البرنامج فين على الجهاز بتاعي. طيب تعالى دلوقتي هنتعرف على ازاي عندي برنامج انا مش عايزه، ازاي امسح او احذف او الغي تثبيت برنامج. انا مش عايز البرنامج ده دلوقتي وعايز افضي مساحه على القرص الصلب عشان احسن اداء الجهاز. عندي طريقتين. ميزه ازاله التثبيت في البرنامج تحتوي على العديد من خيارات الاثنين. عندي حاجتين هنشوف دلوقتي الحلين. اول حاجه هفتح لوحه التحكم اللي هي كنترول بانل، وبعد كده هاجي على البرنامج. طب انا هنا دلوقتي فاتح الكنترول بانل جاهز اهو، جاب لي ايه هنا البروجرامز اهو، انستولز بروجرام اهو. انا عندي برنامج اهو، مثلا البرنامج ده وليكن البرنامج ده ايه مش شغال، انا عايز امسحه اهو. هدوس كليك، هدوس على البرنامج كليك يمين وادوس انستول. هيقول لك انت متأكد ان انت عايز تمسح الابلكيشن؟ هقول له يس اهو، بيقول لك كده، اقول له اه تمام تمام هيبتدي ايه يمسح الايه. خلاص مسح البرنامج اهو، اتمسح من عندي من هنا. انا كده عملت البرنامج ايه حذف. طيب تعالى نرجع تاني نشوف الدرس. او يبقى انا كده عرفت ازاي الفيديو اللي فات، عرفت ازاي افك الضغط بتاع البرنامج واثبته، ودلوقتي عرفت ازاي ان انا ايه امسح البرنامج عشان افضي مساحه على جهاز الكمبيوتر واسرع سرعه اداء الكمبيوتر. طيب تعالى هنا بقول لك المرحله الثانيه تثبيت وتكوين الاجهزه. ازاي انا دلوقتي عايز اعداد، اعمل اعداد اجهزه ايه جديده. عندما تقوم انظمه التشغيل بالكشف تركيا عن الاجهزه الجديده مثل الطابعات والكاميرا والمساحات الضوئي وتثبيت برامج التشغيل الخاصه بها. طيب يعني اول دلوقتي لو ما عندي كاميرا باجي اروح جاي موصل اليو اس بي ده بتاع الكاميرا في الجهاز، بيبتدي ده يجيب لي ايه ان في جهاز جديد ايه دخل دلوقتي على جهاز الكمبيوتر. بص كده انا دلوقتي احاول اوصل اهو، انا دلوقتي وصلت يو اس بي اهو، فتح لي ده جهاز الايه، ده جهاز الموبايل بتاعي اهو. انا عايز اقول له دلوقتي اهو، انا دلوقتي بقول له نقل الملفات. بمجرد ما انا وصلت الجهاز ده دخلني على جهاز الايه، على جهاز الموبايل بتاعي، وجاب لي كل الحاجات اللي هي ايه على جهازي ده. الويندوز بيتعرف عليه. طيب تعال نشوف ازاي اثبت وتكوين الاجهزه. ازاي يكون النظام بتاعي يحتوي بالفعل على برنامج تشغيل متوافق مع الجهاز الجديد، فسيكون بتثبيت البرنامج ده. لما ابص كده هنا، هو هنا دلوقتي لما انا افتح تحت كده هنا، هاجي هبص هلاقي ايه، هلاقي هنا ان في جهاز ايه، جهاز متصل، اللي هو متصل عن طريق ده هو الجهاز اللي متصل هنا اهو، اللي هو الجهاز بتاع التليفون ده، متصل عن طريق اليو اس بي. اليو اس بي هنا متعرفه، بمجرد ما انا وصلت اليو اس بي فتح لي الايه الجهاز. انما لو هي مش متعرفه انا هخش على الجهاز بتاع الماي كمبيوتر واعرفها من خلال الكنترول بانل. طيب تعالى الخطوه اللي بعد كده، بيقول لك اهو عندما لا يحتوي نظام التشغيل على برنامج التشغيل، انت بقى بتخش ايه جوه على الجهاز وتثبت ايه، وتثبت البرنامج ده او الحاجة اللي انت عايز تثبتها دي، تديها امر التشغيل منين، من جوه، من على الجهاز من جوه. طب تعالى نشوف كده، ادي ماي كمبيوتر اهو، انا هدوس على ماي كمبيوتر الخصائص، هيجيبني هنا. لا انا مش عايز دي، انا عايز اجيبها من جوه، من اهو هنا اه ديفايس مانجر اهو اهو. بص فتح لي ايه، فتح لي الصفحه بتاعت ديفايس مانجر دي هنا. بص جايب لي ايه اهو، بص الكيبورد واصل، المايك واصل، الماوس اهو، الشاشه
كل البرامج عندي دي المنافذ اهي بتاعة البرينتر موجودة وكل حاجة ايه موجودة. طيب لو حاجة مش موجودة هتلاقيها فين؟ هتلاقيها هنا ايه تحت ايه اللي هي مش شغالة، انما هنا كل حاجة ايه تمام شغال. يبقى انا كده ماشي ايه ماشي تمام والجهاز بتاعي ماشي تمام. طيب تثبيت وتكوين الأجهزة اللي هي الطابعة، تثبيت الطابعة أول حاجة أهو أول خطوة بيقول لك بتحط اليو اس بي أو اليو اس بي بتاعة الطابعة في مخرج اليو اس بي اللي موجود عندك في الكيسة، وتاني حاجة بتوصل الكابل بتاع الطابعة في جسم الطابعة نفسه، وتالت حاجة بتدوس على زرار الباور بتاع الطابعة عشان يبتدي الجهاز يتعرف عليها، تقوم بتوصيل الطابعة وبعد كده بيقوم النظام بالكشف عنها تلقائيا وتثبيت البرنامج الايه المطلوبة. طب تعال نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه اهو تثبيت طابعة الطابعات التي تدعم، يعني الطابعات دي انت بقى بتيجي على هنا تخش على كنترول بانل، نفتح كنترول بانل تاني ونرجع كده نتبع الخطوات. هنا عايزين نقول له ايه اهو هاردوير اند ساوند، هنا بقى بيقول لك ادد ايه اد ا ديفايس، هو هنا عايز يضيف جهاز، لا انا مش عايز اضيف جهاز، انا عايز اضيف ايه طابعة اهو، هيبتدي ان هو ايه يبحث كده يشوف في طابعة متوصلة، طبعا انا مش موصل طابعة بالجهاز. طب تعالى نشوف الخطوة دي كده من هنا، هو عايز اقول له وريني اهو، بص دي الحاجات اللي هي ايه هي ما فيش طابعة هنا متوصلة، دي الحاجات اللي هي متوصلة، دي الخمس أجهزة اللي متوصلين اهم المايك والكيبورد والشاشة والحاجات دي المتصلة بالايه بالأجهزة. انا عايز الطابعة، لو انا بقى دلوقتي موصل اليو اس بي بتاع الطابعة هتظهر لي فين هنا، اول ما بجيب اد برينتر بيبتدي يبحث عن الطابعة، لو الطابعة متوصلة ايه هلاقي، بمجرد تثبيت برنامج التشغيل يمكن اعطاء الطابعة اسماء اللي يكون افتراضيا ليها حسب الشركة بقى، ريكو توشيبا كوروسيرا اي نوع من انواع الايه الطابعة. اذا كانت حزمة الطابعة تتضمن برنامج اعداد فان تشغيله قد يساعد في اكمال عملية التثبيت، يعني ساعات الطابعة بيجي معاها ملف تعريف خاص بيها يا اما على الاسطوانة يا اما انا بنزله من على ايه من على الانترنت. وهنا نكون خلصنا شرح الدرس، أتمنى الدرس يكون الشرح يكون كان سهل كده وقدرت إن أنا إيه ألبي كل المعلومات اللي أنتوا عايزينها. شكرا.